مرحبا دكتورة رنا أبو تراب، طبيبة أمراض جلدية وتجميل بعيادات ومشفى الإمارات. اليوم رح نحكي عن واحد من أهم البروسيجرز اللي بتصير بالعيادة التجميلية الجلدية، وهي سكين مايكرو نيدلينج أو علاج الجلد بالإبر الدقيقة. مبدأ هذا العلاج بيصير عن طريق إحداث ثقوب صغيرة وسطحية بالطبقات السطحية للبشرة عن طريق جهاز الديرمابيل. بهالطريقة رح نعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، رح نحفز الجلد على ترميم الطبقات السطحية منه، وبالتالي رح تكون البشرة صحية ونضرة أكثر عن طريق الجلد الجديد اللي تشكل عنها. كمان الثقوب الصغيرة اللي سويناها عن طريق الديرمابين رح تزيد امتصاص الفيتامينات والمواد اللي بتتم خلال إجراء السكين المايكرو نيدلينج. جهاز الديرمابين اختيار نوعه جدا مهم عن للوصول الى نتائج فعالة اكثر وممتازة اكثر وتأثيرات جانبية اقل. هذا الاختيار بيتم عن طريق ثلاث امور اساسية، وهي انه تكون سرعة الجهاز جدا عالية، عدد الابر اكبر، والكواليتي تبع الابر تكون كتير ممتازة لحتى نوصل لنتائج افضل. وطبعا جهاز الديرمابين 4 المتوفر بالعيادة عنا هون بالمارينا هو من احدث الاجهزة واللي بيغطي كل هاي المميزات اللي حكينا عنها. طب خلينا نحن نقول هلأ شو أهم الاستطبابات اللي نحن فينا نعالج فيها عن طريق جهاز الديرمابين. أهمها هي الأكني سكارز أو ندب حب الشباب، كتير فعال، نحتاج طبعا لعدة جلسات حسب عمق أو نوعية الحفر، علاج المسام الواسعة كمان، وكمان الأنتي ايجينج افكت لجهاز الديرمابين كتير حلو. نحن مثل ما حكينا بيحفز إنتاج الكولاجين، ونحن ممكن نضيف الهيالورونيك أسيد، ممكن نضيف الفيتامينات، ممكن نشاركه بالبلازما، وهذا كمان رح يعطي نتائج كتير حلوة على نضارة البشرة. طبعا مثل ما حكيت لكم على أهمية اختيار نوعية الديرمابين، عنا هون الكواليتي تبع الإبر وعدد الإبر كتير ميحة، وسرعة الجهاز سرعة الإبر كمان بتهمني، والدبث تبع الإبر عمق الإبرة بالبشرة هذا أنا بختاره حسب نوعية المشكلة اللي أنا بدي عالجها. طبعا هي هون عندها مسام واسعة، ما عندها حفر حب شباب، وحابة تعمل نضارة، فأنا هون رح أشتغل على عمق محدد وسرعة إبر محددة، وطبعا رح أحط مواد بليزنيا، هحط مواد خاصة، فيتامينات خاصة أو تركيبة خاصة، هاي اللي رح تمتص لداخل البشرة وتعطيني نتيجة كتير حلوة.